مع زيادة الضغط على الشبكات والحجر الصحي في أغلب الدول، كثير من الخدمات بدأت تقلل من جودة الفيديوهات مثل يوتيوب ونتفليكس. والآن سوني أعلنت عن خفض سرعة شبكتها في قارة أوروبا لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت العامة بسبب انتشار فيروس كورونا. اللاعبين ممكن يلاحظون تراجع في سرعة تحميل الألعاب، وسوني تتمنى من الجميع تفهم هذه الخطوة بكونها تستهدف الناس عامة وسلامتها. قبل فترة انتشرت صورة للعبة تشبه Left 4 Dead جديدة من فالف، والشركة وقتها نفت الصورة بدون أي تفاصيل. ومن خلال مقابلة مع فريق التطوير أكدوا فيها صحة الصور، ولكنها مو للعبة Left 4 Dead، بل كانت اختبار لمحرك تطوير Source 2 حتى يعرفون كيف بيكون أداءه مع لعبة مثل Left 4 Dead. وحاليا ما عندهم خطة لأي شيء يخص هذه اللعبة، ومركزين كل طاقاتهم على Half-Life Alyx في الفترة الماضية. لعبة التصميم والتطوير دريمز من استديوهات ميديا مولكيول للبلاي ستيشن تعطي اللاعبين حرية كبيرة في تصميم أي شيء يبونه، وشفنا كثير من الإبداعات من مجتمع اللعبة، وأيضا في مراحل مصممة تستخدم شخصيات وعوالم من ألعاب شهيرة مثل ماريو ودونكي كونغ. هذا الموضوع ما جاز لنينتندو اللي تواصلت مع سوني وطلبت منهم بحذف المراحل والتواصل مع المصممين وارسال لهم رسائل تحذير حتى يوقفون من تصميم مراحل فيها شخصياتهم. نجي للموضوع بشكل إيجابي شوي. نظام التصميم في دريمز مرة خرافي لدرجة أن نينتندو قامت تقول لهم هيه وقفوا تصميم ألعابنا في لعبتكم. قناة بلاي ستيشن أكسس رفعت فيديو ألعاب الشهر وحذفتها بشكل سريع، فممكن الألعاب اللي نذكرها بعد شوي بتكون صح أو غلط. اللعبتين اللي شهر أبريل هم اللعبة المتألقة Uncharted 4 اللي راح تخوض فيها المغامرة الأخيرة لنيثن دريك، بينما اللعبة الثانية هي Dirt Rally 2.0 اللي بتلعب فيها في سباقات الرالي على الطرق الوعرة. ولا زالت إشاعات Call of Duty 2020 مستمرة، واللي وضح بأنها بتكون ريبوت إلى لعبة Black Ops. والإشاعات وضحت بأن القصة أحداثها بتمتد لمدة 40 سنة وراح تركز على حرب فيتنام والحرب الباردة. وعلى كلام الإشاعات فهي بتكون أكثر عنفاً عن ما تعودنا عليه من اللعبة، وبنشوف فيها عودة شخصيات مثل أليكس ميسن وسارجنت فرانك وودز، وطبعاً عودة طور الزومبيز. وقال أنه راح يتم الكشف عن اللعبة في شهر مايو القادم. ما لنا إلا ننتظر ونشوف إذا هذه الإشاعات صح أو لا.